سبق الأهلي تتويجه بألقاب ثلاثة هذا الموسم، بدأت بكأس السوبر فكأس الخليج العربي ثم دوري الخليج العربي. سبق ذلك تخطيط امتد على مدار مواسم ثلاثة سابقة، وحين قال المدرب الأسبق للفريق الإيرلندي ديفيد أولير أن الأهلي يحتاج إلى ثلاثة مواسم ليقوى عوده ويكون بطلا لدوري الإمارات. طالته الانتقادات العديدة، إلا أن ما تحقق كان في جوهره ترجمة لاعتقاد كان لمدرب سبق له أن تولى الإدارة الفنية للفرسان. وعلى الرغم من تولي المدربين على الأهلي في المواسم الثلاثة الأخيرة، إلا أن سياسة التدعيم الفني للفريق كانت تأخذ خطا بيانيا تصاعديا عطفا على نوعية التعاقدات التي أقدم عليها الأهلي، خاصة تلك التي أتمها عشية انطلاق الموسم الجاري، فكانت مفاجأة من العيار الثقيل للشارع الرياضي. تفوق الأهلي بدا مبكرا من عمر الموسم، سبعة انتصارات متتالية دون خسارة نقطة واحدة أرهقت منافسي الأهلي مبكرا، وعززت من الحضور الأهلوي على ساحة التحدي في دور الخليج العربي. تماسك في الخطوط الخلفية وشجاعة حارس وجد نفسه فجأة مسؤولا عن حماية العرين الأهلوي، وسرعات لا يمكن إيقافها بسهولة على الأجانب، وخبرة في الهجوم وكفاءة في الارتكاز كانت بمثابة الأسلحة الفنية التي اتكأ عليها مدرب الفريق أولاريو كوزمين طيلة مواجهاته لمنافسيه. الشارقة وحده من كسب لقب أول من يوقف الأهلي هذا الموسم، وكان ذلك بالتعادل في الجولة الثامنة من دورينا، غير أن التميز الذي كان عليه الفريق في الجولات السبعة بدا يتلاشى شيئا ما من خلال الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة، تعادلان وخسارة وحيدة كان هذه المرة البطولة فيها للوصل. الأهلي يمتطي التحدي مرة أخرى وينفض عنه غبار الخسارة ويستعيد عافيته مرة أخرى، ويرفض أن يتقلص فارق النقاط بينه وبين مطارده الشباب إلى أكثر من نقطة، فينجح في إعادة اتساع الفارق مرة ثانية إلى أربع نقاط كانت عاملا مساعدا في إنهاء الدور الأول متصدرا. مضت الأمور على خير ما يرام إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان، خسارة نقاط ثلاث بخطأ إدارة أهلاوي أمام الظفرة. ظن معه بعض المراقبين أن الأهلي دخل في دوامة التخبط مرة أخرى، لكن الأيام التالية كشفت أن الخسارة لم تكن إلا حافزا جديدا للفرسان من أجل مواصلة الصعود ليحسم اللقب مبكرا وقبل ثلاث جولات من ختام البطولة. الفرسان لم يكتفي فقط بالتتويج، بل كان قويا في هجومه إلى حد الأقوى، وقويا على أرضه وخارجها، فحيد الملاعب كلها لصالحه. الأهلي منذ قرار لجنة المحترفين في 3 يناير 2014 لم يخسر في الدوري، فكان مؤشرا واضحا بأحقية الفرسان باللقب.